كويس ان انتوا جيتوا يا اولادي، كنت عايز اشوفكم. ابو طارق. ايوه يا حاج. ازاي طارق، اعمل ايه؟ يبوس ايدك يا حاج. وانت يا ابو رامي. ايوه يا حاج. اخبار رامي ايه؟ انا رامي يا حاج. مش فارقه. وانت يا ابو مازن، رشا اخبارها ايه؟ اسمها مازن حجي. انا كنت عايز اشوفكم يا اولاد قبل ما اموت. لا، البرنس هيفضل تمام. وبعدين يا حاج، انت لسه شباب ولسه في العمر كماله. ده انا اول ما عرفت ان انت تعبان جبت ورد زياده وحمص بره. على فكره كل يومين او لونه بينفخ، هي غازات يومين وبتروح لحالها. مين ده يا حاج؟ لا، ده اخوك عنده الريسيفر فيه مشاكل. بس لا يا حاج، انت الحرش ده عمره ما يتعب. هو هتلاقي بس شويه دهون على الكبد. تعرف فصين توم، نص ليمونه، شمموا النار ولا بلاش، خليه ني في ني كده، وفي الاخر تروح لافف صدرك كده فويل عشان تعرق وتقوم الصبح فايق كده وترجع البرنس بتاع زمان. لا خلاص، البرنس خلاص. حاسس ان ده لاست اوردر. لا بابا ما تقولش كده. لا بابا، عشان كده جمعتكم النهارده عشان اقول لكم السر اللي انا حشيه في قلبي بقالي 20 سنه، من ساعه ما عملت العربيه لغايه ما بقيت البرنس ملك الكبده. ايه ده؟ المصريين يا ولاد اصعب ناس ترضي مزاجهم في الاكل، وانا لازم اطمن على مصر قبل ما اموت. لا يا حاج، عشان كده هقول لكم على سر الخلطه. كرمال الله شباب، حدا فيكم يفهمني شو معنى كلمه خلطه بالاساس؟ يا ابني بس بقى اللي انت بتقوله ده بقى، انت خلاص بتشتغلنا. انت فاكر نفسك سوري بصحيح ولا ايه؟ ما تتكلم عادي يابا. في يابا، ما انت اللي قايل لي يابا اعمل سوري يابا، وان السوري واكل. الله، السر يا ولاد، السر هيقول اهو. قول بقى السر بقى. قول يا زلمه. السر انه ايوه، انه مفيش سر. قال ان هو ايه ده؟ يعني مش هتدينا اي نصايح يابا تسلقنا؟ مفيش زود شطه، قلل توم، اعمل اي حاجه؟ طبعا في سر. بس السر مش في الخلطه، السر هنا. هنا فين ده؟ هنا، ما انا كنت هقول رايح اهو. أيوة. هنا. في المخ مش في الكبده. ما انا ماليش في المخ يا حاج. اول نصيحه، زبونك لازم يتعب عشان يجي لك. الزباين تحب السسبنس، تحب الدراما، شوارع ضيقه، حواري مكسره عشان لما يوصل لك يحس بانتصار. السجق يحب السائع، الكبده البعيد سرها باتع. كيف؟ تاني نصيحه، خدوا حاجة قول. المنيو بتاعك لازم يبقى فيه حاجات مش مفهومه، الغاز، لازم تحط حاجات كده مش باين هي جايه منين. يعني ورقه لحمه. ليه ورقه؟ محدش فاهم، لكن هي اسمها كده عندنا. ملوخيه اسكندراني، ملوخيه عاديه زي بتاعه اي بيت، بس جنبها علبه توابل مخرمه. النصيحه الثالثه، زبونكم يا اولاد لازم يستنى، يعني يطلب الاوردر. بالك تنسج عينك عليه. خلاص، اول ما يبقى قاعد بقى بيفرفر وتعبان، تقوم نزله طبق طحينه صغير كده، فجاه ياكل تفتح نفسه ويسكت شويه، وتقعد بقى كل ما يتنرفز يسالك تفسحه، تقول له اللحمه بتتسلق، اللحمه بتتشوي، اللحمه بتتكوي. خلاص، حلو كده. حلو ده. لما يتعب منك خالص تقوم نازل بقى بالحاجات. تمام كده، هياكل اي كلام. هيقول عليك برنس. ايه المخ ده؟ بنيه. قول يا حاج، قول يا كبير. انا دلوقتي هقول لكل واحد فيكم يعمل ايه في المحل بتاعه علشان حاله يمشي. امسك نفسك يا حاج. ايه ده؟ علشان حاله يمشي. انت يا ابو طارق، امرني يا حاج. يا ابني انت حالك في النازل، اعمل اي حاجه جديده، افتح في مصر الجديده. صح، محتاجينك هناك. وانت يا ابو مازن، امرك بيه فيك حاكيني عن لا، مبدئيا بطل الهبل اللي انت بتعمله ده واتكلم عادي. وانت تبقى عكس ابو طارق خالص، لم في روحك، ما تعملش اللي انت عامله ده. تفتح 19 فرع في تريوم في مصر، حد يعمل شنبه بالمنظر ده؟ وبتحط جبنه ومايونيز على الشاورما؟ يا ابني الشاورما ليها اصول، اللحمه طحينه. الله عليك. والفراخ توميه. ما بحبهاش يا حاج. اتعلموها بقى. وانت يا ابو رامي، قول يا حاج، كمل يا ابني في السجق والاسكندراني، هتغير اسمائهم. هتكتب مثلا جنبهم ايه؟ بكتيريا، فطريات، نتانة، الحاجات دي بتاكل قوي مع ولاد الناس. واهتم بالشطة يا ابو رامي. الشطة يا ابو رامي ليها فايدتين. اولا بتداري على الاكل لو بايظ، وثانيا بتشغل تلاجة الحاجة الساقعة. وكده يا ولاد يبقى الحساب 312 جنيه. ايه ده؟ و2 جنيه توصيل. ايه ده؟ يا حاج. ايه ده؟ بابا.
راح يحاسب. ايه؟ قصدي راح يتحاسب. احنا نلم الكراسي ونقفل ونمشي ولا ايه؟ لا لك شو كتير 312 لك اظبط بقى. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يالا؟ هنورث يالا. هنورث يالا هنورث يالا وشباب هنورث 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 يالا هنورث. ايه ده؟ تصدق كانت غازات؟ ده يا نهار ابيض ده كان انتفاخ. يا ده انا كنت حاسس اني هموت. معلش يا سلام يا نهار ابيض اهو رجع الاوردر ده الحمد لله خالص. ولا انت بتعمل انت وهو ايه قاعدين جنبك بابا عادي ولد ايه انتوا جايين انتوا فاكرين ايه ده انت فاكرين اني هموت وهتورثوني انا اللي عملتكم واقدر اعمل غيركم انا اللي دخلت ورقه اللحم مصر وانا اللي اقدر اطلعها انا البرنس انا البرنس احنا في عندنا دليفري بقى احنا نسلم طلبياتنا ونيجي بقى بره ماشي فينا نقوم شباب بره سلامتك يا بابا سلامتك بقى الحمد لله السلامه يا حاج يلا يا عم الو مساء الخير من فضلك يا فندم ممكن اعمل اوردر لو سمحت عاوز واحد دينر بوكس وبطاطس زياده كومبو اوكي مفيش مشاكل لا على نفس الرقم طبعا اه ميرسي قوي في انتظارك نفسي اعرف الراجل ده بيحط ايه على الفراخ بتاعته سر الخلطه بتاعه عجيب قوي